حلقتنا النهارده مع شباب مش زي اي شباب. شبابنا النهارده مجموعه من الشباب فكروا انهم يقدموا عمل تطوعي، يتعلموا حاجه يفيدوا بيها غيرهم. هنتعرف عليهم ونشوف ازاي بيفيدونا وبيدرسوا ايه وبيطبقوه ازاي وبيتواجدوا فين ومع مين والمين. هو ده موضوع حلقتنا النهارده، تابعونا. وحلقه مختلفه جدا مع شباب برضو مختلف جدا. احمد، بنرحب بيك معانا. عايزين نبدا كلام على طول وتقولي الفريق بتاعكم مكون من مين وبتعملوا ايه؟ احنا فريق تدخل السرعة اثناء الطوارئ. اولا هو الهلال الاحمر المصري، مدرب بحوالي 64 فرقه على مستوى الجمهوريه كلها. بيبقى في كل محافظه فيه من فرقتين لثلاثه. الفريق بيتكون من 5 افراد. على الاقل لازم يبقى فيه طبيب موجود في الفرقه، بس باقي الفريق بيبقى كلهم مدربين على الاسعافات الاوليه. انتوا مؤهلاتكم ايه؟ احنا كلنا مؤهلات عليا. لا يعني حقوق وتجاره وهندسه، مش طب ولا تمريض. فندم كل التخصصات، كل التخصصات موجوده عادي. احنا في الفريق عباره عن 5 افراد. لازم طبعا برضو يكون في بنت موجوده في الفريق، عشان حضرتك طبعا عارفه العادات والتقاليد، لا قدر الله لو في اي بنت مصابه تقدر البنت دي تساعدها. بالنسبه طبعا احنا دلوقتي بننزل فين؟ احنا بننزل اي مكان فيه فئات موجوده، تجمعات كبيره. نزلنا طبعا منذ احداث 2011، نزلنا اللي كانت فيه مظاهرات في شارع محمد محمود. من ساعتها احنا بنشارك في كل الاماكن اللي فيها تظاهرات، كل الاماكن طبعا. المظاهرات كانت في التحرير، كانت في النهضه، كانت في رابعه، كل الاماكن دي احنا نزلنا فيها. يعني انتوا مش مع حد ضد حد، انتوا نازلين للاسعاف لو في اي مشكله، لو في اي طوارئ، انتوا بتقوموا بدوركم مع اي مواطن مصري او اي مواطن محتاجكم. هي فعلا دي يا فندم الرساله بتاعتنا، احنا بنقدم المساعدات بتاعتنا لاي فئه، سواء كان مدني، عسكري، شرطه، جيش، اي فئه محتاجه المساعده بتاعتنا احنا بنقدمها. احنا كمان احنا مدربين كمان مش على الاسعافات الاوليه بس، لا احنا كمان مدربين على الدعم النفسي. ان حضرتك عارفه اي واحد بيبقى مصاب بيبقى متعرض لحاله معينه، انا ازاي اطلعه من الحاله دي؟ ده انا برضو انا متدرب عليه. فالشغل بتاعنا مش اسعافات اوليه بس، لا ده دعم نفسي كمان. الحاجه الثانيه كمان اللي احنا مدربين كيفيه الدخول الامن لمكان الحدث والخروج الامن. ما انا عشان اقدر اساعد الشخص المصاب قدامي لازم انا ابقى سليم، فازاي ادخل المكان بمنتهى السلامه واطلع برضه في فريقي منتهى السلامه. الدورات اللي انتوا بتاخدوها دي بتبقى مدتها قد ايه؟ وهل بيبقى فيه كل شويه ابديت، اي جديد بتاخدوا دوره جديده؟ تمام يا فندم، هو بيحصل ان احنا الدوره دي بتستمر لمده اسبوع كامل. اللي بيقوم بيها اللجنه الدوليه للصليب والهلال الاحمر. الناس طبعا اللجنه الدوليه دي كلهم من بره. كل طبعا ما بننزل مكان فيه تظاهرات بعديها بنقعد تاني مع كل الفرقه، بنشوف السلبيات ايه والايجابيات ايه، وبنعيد تقييم تاني الفريق كله. عايزاك توجه دعوه للشباب اللي ما عندهمش فكره عن دوركم، وكمان اللي ممكن يكونوا يعني انتوا محتاجينهم يساعدوكوا، حتى لو بانهم يوسعوا لكم الطريق، بانهم لو في مشكله ما يتدخلوش ويبداوا يدوروا عليكم ان انتوا تساعدوا، بدل ما حد يبدا يعمل اي تصرف يكون مش محسوب او غلط. مظبوط، هو احنا بنقابل كتير قوي في التظاهرات بيبقى في ناس عايزه تقدم الاسعافات الاوليه، عايزه تساعد باي حاجه، بس هم مش عارفين او بيجي يقدموها بيقدموها غلط. فانا بنصح كل الشباب اللي عنده بيحب التطوع وعايز يساعد فعلا باي حاجه، هو يجي لنا في الهلال الاحمر المصري يتطوع فيه وياخد الدورات اللي هتساعده اللي هو يقدر يقدم الخدمه الصحيحه لاي فرد. يفطروا على الأذان، لا نجوم السما مليانة إيمان،
أميرة الحقيقة أصرت إنها وهي بتكلمنا تبقى لابسة الأدوات اللي بتستخدمها، لابسة الجوانتي، وهتبدأ بقى إنها تشرح لنا بالظبط الموضوع، بس هنتعرف عليها الأول. أميرة قولي، أنت بقالك قد إيه متطوعة؟ أنا بقالي 5 سنين متطوعة في الهلال الأحمر. كان الأول بدأت إن أنا بدأت أخد دورات الإسعافات الأولية، وبعد كده بدأت أخد دورات دعم نفسي تغيير في سلوكيات الشباب YEBC، وبعد كده بدأت إن أنا أعرف إن في فرق. لما بدأت الأحداث إنها تظهر في ثورة 25 يناير، بدأ عندنا الهلال الأحمر يكون فرق للتدخل السريع، فرق طوارئ، فبدأت إن أنا أشترك فيها، واشتركت فيها في 4/2012. طيب عايز اعرف ليه بداتي اصلا البدايه ان انت تاخدي دورات في الاسعافات الاوليه، وبعدين كمان بداتي تتطوعي في جمعيات بحيث ان انت تنزلي فعلا تفعلي التطوعات الاعمال بتاعتك اللي انت درستيها؟ هو انا كنت حابه اعرف الاسعافات الاوليه، يعني بالذات يمكن عشان انا يعني انا بشوف دايما مواقف في الشارع، بلاقي حد مصاب، بلاقي الناس بتتعامل معاه بطريقه غلط، ما حدش بيبقى عارف هو بيتعامل ازاي مع المصاب او يقدم له الاسعافات الاوليه الصح لحد ما الاسعاف ما تيجي. فكله بيتعامل من منطلق ان هو يعني ده مصاب، طب نحاول كل واحد يتصرف معاه. فلقيت ان انا الافضل ان انا يعني ابقى عارفه اسعافات اوليه، بحيث ان انا لو لقيت اي حاله في الشارع تصادفني اقدر ان انا اتعامل معاها واقدم لها الاسعافات الاوليه اللي انا اتدربت عليها. طيب كونك بنت بقى، ده ما خوفكيش ان انت تنزلي في وسط التجمعات، وخصوصا كان في بعض الاحداث اللي فاتت كانت يعني صعبه على البنات شويه ان هم يشاركوا فيها؟ ما هو انا دوري كبنت ان انا زي ما انا بنت بنزل في فرق الطوارئ، فبرضه في بنات بتنزل في المظاهرات، فالبنات اللي بتنزل في المظاهرات ديت لازم اللي يتعامل معاهم يبقى بنت، لان في برضه بنات. احنا انا لما كنت بنزل في فرق طوارئ او في احداث بلاقي ان في ناس تقول لك لا انا مش عايز دكتور هو اللي يتعامل معايا، او متطوع يتعامل مع زوجتي او مع بنتي، لا انا عايز بنت هي اللي تتعامل. فبدانا نلاقي ان تواجد البنات لا لازم بقى حاجه ضروريه ان هو يبقى موجود، والبنت لازم تنزل، لان احنا فعلا بنلاقي يعني بتجيلنا اصابات لا فيها سيدات، ولازم البنات هم اللي يتعاملوا معاها، ما ينفعش معاهم ولاد. انت خريجه ايه؟ انا خريجه تجاره عين شمس. لكن الدورات اللي انت واخداها بتؤهلك ان انت تتعاملي لغايه ما يجي الدكتور او المسعف؟ ما احنا بنبقى واخدين اسعافات اوليه، بقدر اعمل اسعافات اوليه يعني تقريبا كلها، سواء لكسر، لو حد كسر بقدر اعمل له عن طريق رباط مثلث، اقدر اعمل له كبيره لينه لحد ما الاسعاف يجي او الدكتور يجي، لو نزيف بقدر ان انا اوقف له النزيف. لو كلميني على الحاجات اللي انت بتشاوري عليها. طيب انا هنا دوت ده رباط مثلث، احنا هنا لو حد مثلا ايديه اتكسرت بقدر ان انا اعمل له زي تثبيت مؤقت للكسر دوت لحد ما الدكتور يبتدي يجي. هو انا مش بعالج الكسر، لكن بحاول ان انا اثبته على قد ما اقدر، بحيث ان هو ما يعني يخف اخفف الالم شويه، لان الاسعافات الاوليه انا بقدمها هي غرضها ان انا بخفف شويه الالم، لكن مش بنهي الالم، لان انا مش دكتوره، انا كانسانه متطوعه لكن انا مش دكتوره، بس انا لازم ان انا اقدم اسعاف اولي يخفف شويه الالم عند المصاب. انت بتنقذي الموقف لغايه ما يجي المتخصص يبدا يتعامل مع الحاله. انا بس مجرد بنقذ الموقف، لو حصل مثلا نزيف بيبقى فيه معايا شاش بقدر ان انا استخدمه ان انا اكتم بيه النزيف اللي موجود لحد ما يبتدي ان هو تيجي الاسعاف. لان هو لو النزيف فضل ان هو شغال فهو كده بيبتدي يفقد الدم، فهتبتدي حياته تبقى معرضه للخطر اكتر، لكن انا بوقف النزيف فانا ببتدي ان انا اقلل شويه من الاصابه اللي موجوده عنده لحد ما تيجي عربيه الاسعاف. عايزه اعرف انت ازاي بتحافظي على سلامتك انت عشان تقدري تساعدي غيرك؟ بحافظ على سلامتي بان انا ببقى لابسه جلوفز بقدر ان انا احافظ بيه كويس على نفسي، ده حاجه امان ليا. بقدر ان انا في نفس الوقت احنا بنبقى ماشيين اصلا كلنا مع بعض كتيم واحد، معانا الدكاتره ومعانا المتطوعين الشباب، بنبقى كلنا بنبقى ماشيين كتيم ان احنا بنحافظ على بعض كويس جدا واحنا ماشيين. وحوي يا وحوي مرحب رمضان جنه جت للرحمن، شمعة بتكبر ايوه في فانوس اخضر ايوه رمضان نور ايوه والهلال يبان دايما فرحان، رمضان فرحة ايوه شجرة وطرحة ايوه اديني بلح ايوه بيتك عمران بيه.
الماسك ده كتير بنشوفه في المظاهرات او في التجمعات او لما بيبقى فيه مشكله. على العموم احمد هيشرح لنا موضوع الماسك وبيستخدمه ازاي وفي ايه. احمد اتفضل الماسك بتاعك وقول لي بقى الماسك ده عباره عن ايه وبيستخدم في ايه بالظبط. الماسك دوت احنا دايما بنستخدمه لما يكون في تدخل في الغاز، يعني دايما واحنا بناخد الغاز دايما بنقدر نخش نعمل بيه للإخلاء بتاعت الفريق بتاعنا، ولو في مصاب معانا بنتعامل معاه، فمش هيقدر الواحد يتعامل من غير الماسك. فالماسك دوت بنقدر ان احنا نتعامل بيه عشان اخش واعرف اخد نفسي ان انا انقذ اللي معايا. يعني هو هنا في فلاتر بتنقي الهواء مثلا، يعني اشرح لي برضو، يعني عايز افهم اكتر. هنا انا شايفة ان في بلاستيك عشان الرؤية ما يبقاش فيه مشكلة لو في دخان او حاجة. هنا بقى ده مطرح النفس، ايه اللي موجود وبتتعاملوا بيه ازاي؟ يعني سهل ان انا البسه وامشي بيه مش هبقى متضايقة، ولا في تدريبات لازم ان انا اخدها عشان اعرف استخدمه؟ او بالنسبه لطريقه الاستخدام احنا لازم نتدرب عليه كلنا، يعني احنا دايما لما بنيجي نستخدمه بيبقى في تدريبات في الاول حتى ان انا اقدر اجمعه بسرعه. فدوت بالنسبه للحته دي، ده الفلتر ان انا باخد منه الهواء من الخارجي، بعدين بيكون هو هنا من هنا بيبقى للنقاء بتاعه، بيتنقى الهواء بيخش لي جوه بقدر ان انا اتنفس بحيث ان انا اتحرك بسهوله، لكن مش هقدر اتعامل بيه لفتره طويله. يعني انا بيدوبك ان انا اخلص موضوع الاخلاء للفريق او للادوات بتاعتنا او للمرضى اللي معانا، ودايما هتلاقيني بقلعه لان هو بيعمل زي العرق او حاجه، فلازم ان احنا نقلعه. لكن هو دوت اللي بيخليني اقدر اتنفس من هنا ومن جوه، برضو الفلتر بتاعنا بيقوم جاي من نقاء للهواء اللي داخلي، ده اللي بيخليني اقدر اتحكم في ان انا اخش واقعد ممكن الفتره اللي انا تساعدني ان انا اخلص كل حاجتي. فدايما انا ابقى متدرب كمان على ان انا اعمل الاخلاء نفسه للفريق، يعني التدريب اللي هو الإخلاء الآمن، زي ما احنا عندنا لازم التواجد الآمن في المكان اللي احنا بنبقى فيه. قولي استخدمت الماسك ده فعلا في أحداث ولا بتدربت عليه لكن لسه ما استخدمته؟ لا احنا استخدمناه بالفعل لما كنا في محمد محمود، استخدمناه في أحداث مجلس الوزراء لأنهم كانوا بيدربوا فيهم غاز، في العباسية كانوا برضو فيه غاز، في رمسيس دايما كنا بنستخدمه، كان بيقدر ان احنا نساعدنا ان احنا نتحرك عند الحرس الجمهوري، يعني اغلب الاماكن اللي كان فيها غاز. وكنا برضو في فض رابعة، فترة ما احنا برضو قدرنا ان احنا نلبسه نتحرك بيه نخرج من المكان اللي بعيد فيه الغاز. بس يعني اكتر الاماكن اللي فيها تجمعات دايما الغاز فيها كتير، يعني برضو عند قصر القبة كان فيه غاز كثيف جدا. اي اماكن فيها ابخرة او غاز انتوا بتبدأوا تستخدموا الماسك. بس انا عايزك تكلمني عن فكرة التطوع، يعني ليه فكرت ان انت تتطوع واستفدت ايه وحاسس ان انت بتفيد غيرك في ايه؟ والله فكرة التطوع جات لي ان انا حبيت ان اتعامل مع الناس في الحاجة الخيرية، يعني احنا بنتعامل مع الناس فيها بتبقى المعاملة بدون مقابل. فاحنا دايما لما بتيجي تتعامل مع حد بدون مقابل يكفي ان هو مثلا ممكن يدعي لك، دي بتبقى احسن من اي حاجة. فانا ما اقدر ان انا اتطوع ان انا اساهم في حاجة زي كده تكون بسيطة، دي بتبقى حاجة كويسة. طيب ده اللي انت استفدته، دعوة اللي انت انقذته او ساهمت في انقاذه. انت بقى لما بتفيده ده بتحس ان انت عملت حاجه لغيرك، عملت يعني خدمت. انت خريج ايه؟ تجاره القاهره. تجاره. شغلك في مجال التجاره ولا ناوي بس تطوع ومفيش شغل، ولا ده جنب ده؟ يعني كلمني برضه. شغلي في مجال التجاره برضه، وانا كده في شغال في الدعايه والاعلان، فده بيبقى جنب الشغل، يعني حاجه بتبقى ليها حاجه تانية خالص. يعني تخيل انت لو في اي مشكله في الشغل انت اول واحد بتبدا تتطوع. احنا دايما بنبقى مساهمين في الموضوع، يعني يكفي برضو ان احنا لما بنبقى التطوع اللي استفدت منه ان انا في الشارع، مش شرط ان انا ماشي في مظاهره او حاجه، لكن انا ماشي في الشارع حد حصل له اغماء، حد حصل له سكر، اي حاجه بقدر ان انا اتعامل معاه، على الاقل بفضل اخليه في امان لحين وصول العربيه الاسعاف. دي برضو مساهمة ان انت في حد يبقى كويس لحد ما يوصل الاسعاف، تفضل تساعده، بتبقى حاجة كويسة بدل ما يفقد حياته. لا بتقدر تساعد ان لحد عربية الاسعاف ما تيجي، بس مش اكتر. طيب انت بتكلمني عن احداث كتير شاركت فيها، عايزك تقول لي موقف كان صعب عليك قوي شاركت فيه من ضمن الاحداث الكتير اللي فاتت. والله من اصعب المواقف اللي احنا مرينا بيها كان ممكن فض رابعة، كان الموضوع كان كثيف علينا. في محمد محمود كان برضو الموضوع كثيف، بس يعني هو الاحتكاك بالمصابين ويبقى في حالات وفاه دي بتبقى الموضوع صعب شويه. لسه
لسه مع البنات الموجودين ومتطوعين معانا باسانت، هتكلمنا عن دورها وعن اللاسلكي اللي في ايدها وعن السرير اللي احنا شايفينه تحت، هتكلمنا عن حاجات كتير قوي. باسانت، عايزه اعرف اتطوعتي من امتى وليه؟ مبدئيا انا اسمي باسانت سكنة، عضو في الهلال الاحمر المصري بقالي سنتين تقريبا. في الاول اخدت يعني مجموعة من الدورات التدريبية كده، منها الاسعافات الاولية، الدعم النفسي، قانون الدولي الانساني. الدورات دي بتأهل بعد كده انه ابقى عضو في فريق تدخل اثناء الطوارئ، وشاركت في عدد من الاحداث. هو يعني بالاساس فريق الطوارئ وظيفته انه بيتواجد في اي احداث فيها عنف او الانتخابات او المليونيات او المظاهرات، اي احداث متوقع يحصل فيها عنف. والفريق المفروض بيكون من 5 افراد على الاقل، بيبقى فيهم طبيب. اللاسلكي اللي معاك طيب اللاسلكي دوره انه يعني بيبقى وسيله اتصال بين قائد الفريق، كل فريق بيبقى له قائد، وفي غرفه الطوارئ في المركز العام في الهلال الاحمر المصري نفسه. وظيفته كمان انه لو في حاله معينه احنا مش عارفين نتواصل معاها او مش عارفين نتعامل معاها، بنتواصل بغرفه الطوارئ وهي تدينا تعليمات اكتر ازاي يعني نقدر نتواصل بمستشفيات تانية. وده بيبقى فيه تنسيق دايما بين الهلال وبين المستشفيات التانية الميدانية او المستشفيات يعني موجودة تقدر تساعدنا، لان احنا مهمتنا اسعافية، بنقدم يعني خدمة الاسعافات الاولية بس، باقي اكتر من كده او التدخلات اكتر من كده بتبقى مسؤولية المستشفيات او التخصصات اكتر. يعني السرير ده مفروض بيبقى معاكم، يعني انا شفت الشنطة ولسه هنفتحها ونشوف اللي جواها اكتر، بس عايز اعرف السرير ده بيبقى معاكم في الشنطة متطبق ومتشال في الشنطة، بتستخدموه في انكم تنقلوا المصاب اللي مش قادر ان هو يمشي معاكم، مش كده؟ تمام. دي نقالة متحركة، بتبقى يعني بتبقى سهلة التحرك بيها لانها بتتني وبتتفرد، وبنقدر يعني نتحرك بيها بسهولة طبعا لان ليها الشنطة الخاصة بيها. مهمتها انه زي ما حضرتك قلتي بننقل بيها المصابين، ممكن يبقى في مكان وارد فيه يعني احداث عنف كتير جدا، فاحنا ما بنقدرش نتعامل مع المصاب جوه الاحداث دي، فعلى قد ما بنقدر ممكن يعني ندخل ناخد المصاب ونتحرك بيه لمكان امن، وده جزء من الانسحاب الامن ان احنا بناخده ونطلع بيه ونتعامل معاه بره. مهمتها كمان مش لازم يكون حد مكسور او عنده نوع معين من الكسور، ممكن تبقى حاله صعب ان انا اتعامل معاها وسط الاحداث دي كلها، فبضطر ان انا اخرج بيها من المكان عشان اقدر اقدم لها الاسعافات الخاصه بيها. يعني انت خريجه ايه؟ انا خريجه اقتصاد وعلوم سياسيه القاهره. اقتصاد وعلوم سياسية. بعد ما تخرجتي بدأتي ان انت تتطوعي في الهلال الاحمر وبدأتي تاخدي دورات عشان زي ما انت يعني هتخدمينا ان شاء الله من خلال شغلك ومؤهلك، كمان من خلال عملك التطوعي، وده مهم. تمام، ده مهم جدا طبعا، وانا شايفة انه المجال الانساني مش مقتصر على مجال معين، مش عشان انا خريجة اقتصاد وعلوم سياسية فيبقى المجال الانساني بعيد عن مجالي شوية، او يعني دي وجهة نظر، ممكن حد يشوف ان هو بعيد عن المجال بتاعي، ممكن العكس، بس انا شايفة انه مجال التطوعي مجال الانساني ده اي حد ممكن يقدر يقدم فيه مجهوده، وهيلاقي اكتر من مكان يستوعبه، يستوعب قدراته في انه يعني يطلع فيه مواهبه او يطلع فيه قدراته ويقدر يساعد غيره، وبيتعلم فيه حاجات هو ما تعلمهاش في مجاله. يعني رمضان 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 وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان رمضان. حلقتنا خلصت، اتعرفنا على شباب ايجابي، شباب كل هدفه انه يخدم غيره، ينزل في المخاطر علشان يقدم خدمة لناس محتاجينها بجد. هو ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وهو ده هدف شبابنا اللي كانوا موجودين معانا النهاردة. يا رب بكرة حلقتنا تكون مع شباب إيجابي برضو عنده حاجة يقدمها علشان مصر، واستنونا بكرة وحلقة جديدة، ودايما هتلاقونا معاكم كل يوم.